تفتكر كده يا صديقي ايه اللي ممكن يحصل لو قمنا بنزع عنصر الكتروني من مكان وحطينا مكانه عنصر اخر ولكن مش بنفس القيمة؟ تخيل كده ايه اللي ممكن يحصل. وعلى سبيل المثال المكثف الكبير ده في قيمة 450 فولت زي ما احنا شايفين كده بالظبط، لو انا رفعته من مكانه وركبت مكانه مكثف في قيمة 16 فولت ايه اللي ممكن يحصل معايا؟ طيب ما تيجوا نشوف. اول حاجة هنعملها ان احنا هنرفع المكثف القديم او الاصلي بتاع الجهاز وهنركب المكثف ده مكانه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ونبدأ نوصل كابل الكهرباء للجهاز او الباور يعني، ونبدأ نشغل ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. حد ملاحظ معايا اللي بيحصل؟ في كارثة بتحصل في دائرة الحماية، واظن ان كده الكارثة انتهت يا صديقي. طيب تعالى كده يا صديقي نفحص دائرة الحماية، احنا فرغنا كده المكثف، انا فصلت الكهرباء، نفحص دائرة الحماية نفسها ونشوف ايه اللي حصل لها، ايه اللي حصل لدائرة الحماية خلاها فصلت كده. اول حاجة هنجيب الافوميتر بتاعنا وعلى وضع او قانون الدايود نفسه نرفع علبة الفيوز بالشكل ده. اول حاجة الفيوز بالسلامة، الفيوز ايه بالسلامة، وده عنصر من عناصر دائرة الحماية الخاصة بالجهاز. تاني عنصر على طول تم احتراقه وهو الملف الكبير اللي حضرتك شايفه ده. طيب نرفع الملف من على الدايرة ونشوفه مع بعض كده. لو تلاحظ معايا الملف نفسه حصل احتراق في المادة العازلة اللي موجود داخل الملفات نفسها، فبالتالي السلك او اطراف الملفات نفسها بقت مخلوطة على بعض كده، اصبح هذا العنصر وظيفته ليس لها اي فائدة من فوائد الحماية. طيب نجرب ان احنا نفحص اطرافه كده، المفروض الطرف ده يدي معايا صفارة معناه ان هو سليم. خلينا كده جرس صريح اللي هو ده، مفروض ده ملف فيديني صفارة مفيش. طيب ده ملف يديني صفارة ايضا مفيش. طيب ادي تاني عنصر الكتروني قالك بالسلامة. نشوف اللي بعده، اللي بعده هنا ضيوت 2 3 4. خلاص احنا كده خلصنا من دائرة الحماية المكونة من فيوز وملفات، ادي ملف وادي ملف، يعتبر القطعة دي 2 في 1 كلنا عارفين الكلام ده. نبدأ نفحص الموحدات على وحدة قياس الدايود. عندك أول دايود سليم، فلو عكست الأطراف مش هيدي لك قراءة، هنا دي قراءة خاصة بالمكثف نفسه. طيب نجرب في آخر واحد، قراءة ضعيفة، مديني قراءة في الاتجاهين معنى كده إن هو تالف. طيب عشان نتأكد أكتر نرفع هذا المكثف من مكانه وليكن حتى لو بطرف واحد من أطرافه ونكمل فحص براحتنا كده. قراءة من الطرفين خطأ يعني تالف. طيب ده قراءة من طرف واحد سليم، قراءة عالية من الاتجاهين تالف. أصبح عندك عدد 2 دايود بالسلامة اتحرقوا مع اللي احنا شايفينه ده من دائرة الحماية، وممكن المشكلة دي توصلنا الى دائرة التقطيع، ممكن يكون الاي سي ده حصل له خلل او حصل له مشكلة، كل ده بسبب خطأ بسيط حضرتك ممكن ما تاخدش بالك ليه وتعمله فيوصلك لهذه الكارثة. طيب نعمل تجربة تانية في باور غيره، وهي انك هتعكس قطبية هذا المكثف. المكثف كلنا عارفين ان هو له قطبية، او المكثف القطبي اسف، المكثف الالكترولايتي او القطبي ده مكثف بيكون ليه قطبية سالبة وقطبية موجبة، لازم تركبه بطريقة صحيحة علشان خاطر ما تحصلش اللي ممكن يحصل واللي هنشوفه دلوقتي يا صديقي. عندك في اسفل المكثف بيكون في دليل لتركيب المكثف نفسه، يعني ممكن تلاقي شرطة بيضة
بالشكل ده ممكن تلاقي جزء واخد خطوط باللون الابيض زي كده عشان خاطر يعرفك ان دي القطبية السالبة. المهم ايا كان بتبدأ تركب المكثف بالطريقة الصحيحة اللي المفروض بالشكل ده. انا بقى خليني اني نسيت يعني تمام، وركبته عكس بالطريقة دي كده اهو، وهبدأ ألحمه كويس. خلاص كده المكثف ركب بطريقة خاطئة. عايزين نشوف ايه اللي ممكن يحصل. مشكلة بسيطة وهتتفاداها دائرة الحماية، ولا مش هتلحق تحمي الدائرة بتاعتنا. هنبدأ نركب فيوز وانا متأكد ان دائرة الحماية بتاعتي سليمة. كده المكثف راكب بشكل خاطئ. نوصل كابل الكهرباء ونقول بسم الله. نوصل ونقول بسم الله. انا شايف ان محصلش حاجة، يعني انا كنت متخيل ان هسمع انفجار بوم. كل اللي حصل ان الفيوز هو اللي خد الصدمة او الراجع الكبير. اي نعم المكثف سخن بس مش اللي هو يعني، علشان خاطر دي لحظة، اللحظة دي خدها الفيوز نفسه. طيب هنبدأ نرفع الفيوز. دي اول نقطة، نفصل الكهرباء. المفروض دي اول نقطة يعني مش دي، بس يلا مش مشكلة. عايز افحص دائرة الحماية بتاعتي، هشوف الملف سليم، الملف التاني سليم. طيب تعالوا نتعفرت شوية تمام، ونلغي الفيوز ونركب كوبري محمل شوية. تخيل يعني، تخيل ان انت ركبت كوبري زي كده. وطبعا احنا بنشوف الموضوع ده كتير قوي في الدوائر، وانا قلت 100 مرة دي طريقة خاطئة ومش كويسة، بلاش ان احنا نعملها. بس احنا بنقول مثلا دايرة فيها كوبري زي كده للفيوز، وحضرتك ركبت المكثف بشكل مختلف عكس بعض الاقطاب يعني، وجيت تجرب، ممكن يحصل مشكلة كبيرة زي ما احنا هنشوف كده، وممكن ما تحصلش حاجة عادي. احنا لسه قدامنا ملف الحماية برضو ممكن يفصل زي ما فصل معانا في الباور اللي قبله. في النهاية هنبدأ نجرب، وكالعادة هروح اقعد على اول الشارع واشغل الزرار، نقول بسم الله. طبعا انا وصلت الكهرباء وما هي الا لحظة صغيرة وحصل بوم زي ما احنا شفنا كده. طيب حصل قطع، القطع اللي حصل ده يا ترى فين؟ نشوف. التوصيلة اللي احنا عملناها موجودة، ما حصلهاش اي مشكلة. انا متأكد ان القطع اللي حصل ده ممكن يكون في الملفات نفسها. نشوف القطع كده فين. وزي ما بقول لحضرتك، القطع حصل عن طريق الملفات اللي بتمرر الجهد الى دائرة التوحيد نفسها. طيب هي دائرة التوحيد نفسها حصل لها حاجة؟ نشوف مع بعض كده. اول موحد تعيش انت، والتاني يعني الاتنين موحد دول طاروا. طيب تعالى انا افسر لك اللي حصل ده عبارة عن ايه. اللي حصل التلف في دائرة التوحيد عمل دائرة قصر، يعني قفلة، قفلة قبل المكثف. فبالتالي الجهد اللي هيمر هو والتيار على دائرة الحماية، بعد ما هيعدي من دائرة الحماية اول ما هيوصل للدايود، هنا الدايود عامل قفلة، فبالتالي هيفتح او هيشتغل في دائرة مغلقة. هيبدأ بعد كده يمر التيار في دائرة مغلقة. اول ما هيلاقي نفسه في دائرة مغلقة هيدور على اضعف خط او اضعف مسار ويطيره، او الحمل يزيد عليه فيتقطع. اول حاجة كان اضعف مسار في الدائرة هو الفيوز. لما احنا ركبنا سلك محمل شوية عن الفيوز، بدأ التيار المرة اللي بعدها يمر في الدائرة، فعمل دائرة مغلقة، وصل للملفات وطيرها، علشان هي يعتبر اضعف نقطة او اضعف مسار في دائرة الحماية. طيب تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لو شلنا او رفعنا الملفات وعملنا مكانها كوبري زي اللي احنا عملناه في الفيوز؟ احب اقول لك بكل بساطة
بكل بساطة يعني ان احنا لو عملنا كده دائرة مغلقة. طيب دائرة مغلقة فين؟ مرة تانية اهي على الخرج اللي المفروض هيخرج من الملفات. فالمفروض الملف عبارة عن طرف اهو بيخرج لي النقطة دي، فده حصل فيه قطع نتيجة لدائرة القصر اللي حصلت في دائرة التوحيد. فبالتالي الجهد لو انت عملت كوبري هنا زي ده كده وكوبري تاني هنا، هيمر التيار كده هيلاقي نفسه هنا في دائرة مغلقة اللي هي دي، يعتبر النقطة دي متوصلة بدي بشكل مباشر، فهيبدأ يرجع معاك مرة تانية هيلاقي نفسه في دائرة مغلقة، هيبدأ بعد كده يدور على أضعف مسار علشان يطيره. وبالمناسبة أنا شايف هنا إن أضعف مسار في النقطة دي هيكون هو المسار ده، وممكن تحصل قفلة قوية شوية تفصل الكهرباء عن المنزل عن طريق المفتاح الأوتوماتيك اللي موجود جنب العداد. ففي كل الحالات هي دي بالترتيب دائرة الحماية الخاصة بالجهاز. مشاكلنا كلها حصلت في الجزء ده ولسه ما حصلش حاجة في باقي الجهاز. الباور نفسه ممكن يضحي بحياته بالكامل في ده الدائرة اللي بيغذيها. وعلى سبيل المثال لو رحنا لدائرة زي دي، تمام، احب اقول لك مثلا ان ده دائرة الباور بالشكل ده، الجزء ده هو دائرة الباور اللي بعدها ده الكنترول. اهم حاجة في الليلة دي كلها الكنترول، علشان بيكون فيه البروسيسور والابروم وبعض المكونات الالكترونية الحساسة جدا. فدائرة الباور دورها ان هي بتاخد الجهد والتيار المتردد اللي ممكن يحصل فيه مشاكل زي اللي احنا شفناها كده في بداية الفيديو، ممكن ارتفاع مفاجئ في الجهد والتيار. فهنا في عناصر في دائرة الحماية بتبدأ تتفادى هذا الارتفاع وما تخليهوش يوصل نهائي الى خارج دائرة الباور. بمعنى ان لو دائرة الباور حصل فيها ولعة اتحرقت بالكامل، استحالة ده يضر دائرة الكنترول، وده علشان خاطر هنا في مكونات الكترونية كتير بتبدأ تحمي بعضها. فمن ضمن الاخطاء يا عزيزي هي انك تنسى وتركب المكثف بشكل خاطئ او حتى اي مكون الكتروني قطبي. بمعنى ان عندك هنا مكون الكتروني قطبي زي المكثف او الدايود او الترانزستور او الاي سي، ده عكس بعض المكونات الاخرى الغير قطبية زي المكثف البلاستيكي، زي المكثف السيراميكي، زي مثلا المقاومة والفيوز والملف. دي من اشهر المكونات الغير قطبية اللي تقدر تركبها على اي اتجاه مفيش اي مشكلة، لانك لما تيجي تركب مكون الكتروني قطبي بشكل مختلف، يعني ادي نقطة ان انت تركبه بشكل عكسي تحط الموجب مع السالب والسالب مع الموجب، هنا هتحصل معاك مشاكل زي ما احنا شفنا. حاجة تانية، لو انت نسيت وغيرت في القيمة بتاعته اقل، دي في حد ذاتها كارثة. طيب ازاي نغير في القيمة او نجاوب على السؤال ده ازاي؟ عندك هنا مكثف في قيمة الـ 16 فولت، ولنفترض مثلا دلوقتي هو تالف اهو زي ما احنا شايفين منفجر. حلو، لو انا رفعته من على البوردة دلوقتي علشان خاطر هبدله فما لقيتش نفس القيمة، اي نعم الفراد الميكرو فراد يعني لازم يكون نفس الميكرو، يعني هنا 1000 ميكرو يبقى هيكون 1000 ميكرو مش هيقل ولا هيزيد. انما في الفولت تقدر تغير في الفولت بس بنظام مش بشكل عشوائي. بمعنى ان دلوقتي معانا مكثف 16 فولت، فما اجيبش مكثف 10 فولت واروح مركبه او اقل، ده خطأ كبير جدا جدا، وانا هقول لك ليه دلوقتي. لكن البديل ان انت ممكن تجيب مكثف في قيمة ال 25 او 35 فولت، ده هيشتغل معاك مفيش اي مشكلة طالما في دائرة الباور. طيب ليه او يعني ليه الخطأ ده؟ انا اقول لك دلوقتي احنا معانا مسار، المسار ده بيمر من خلاله جهد في قيمة ال 10 فولت بيصل الى 12 و13 و14 فولت. فهنا ركبنا عليه المكثف ال 16 فولت علشان خاطر يستوعب الجهد اللي بيمر من خلاله، لان في طرف الموجب هيمر من خلاله جهد علشان يعمل عملية شحن لهذا المكثف، فيبدأ المكثف يعمل عملية تفريغ عند انقطاع الجهد بشكل لحظي. يعني لما يحصل بشكل لحظي كده انخفاض في الجهد نفسه اللي هيمر من خلال المسار ده، هنا المكثف من خلال الشحنة اللي داخل منه هتتفرغ في المسار نفسه علشان خاطر تعوض هذا الانخفاض اللي حصل، فيبدأ برضو يعمل عملية تخزين او شحن مرة اخرى. فتكون هنا وظيفة المكثف هي الشحن والتفريغ، دي وظيفة من وظائفه.
فبالتالي الجهد اللي هيمر من خلال المكثف زي ما قلت لحضرتك هيكون في قيمة الكام؟ أقل من 16 فولت. فركبنا 16 فولت، فلو ركبت 25 فولت مفيش أي مشكلة، أهم حاجة الميكرو يكون هو هو ما يتغيرش. لكن لما نيجي نحط مكثف في قيمة العشرة فولت أصبح الجهد اللي هيمر من خلال المكثف أعلى من قيمة المكثف نفسه، فبالتالي هيحصل تلف في المكثف وممكن يحصل كمان تلف في الدائرة زي ما احنا شفنا كده مع بعض. ده بالنسبة للمكثف. أما بالنسبة للمقاومة ما ينفعش إن أنت لا تزود ولا تقلل في القيمة بتاعتها، وده لأن المقاومة راكبة في مكانها بحساب دقيق جدا جدا. وعلى سبيل المثال عندك مثلا وليكن يعني اي سي النبض او ترانزستور النبض، ده بياخد جهد وليكن في قيمه ال 12 فولت علشان هو يشتغل، فركب عليه بعض المقاومات بطريقه معينه ودقيقه جدا علشان خاطر الجهد اللي موجود على موجب المكثف يروح لهذا الاي سي او ترانزستور النبض فيشغله. يتخفض الى كام؟ بيتخفض الى 12 فولت. عن طريق مين؟ عن طريق المقاومات اللي احنا شفناها دي مع بعض. فلو حصل تغير في قيمة المقاومات حبيت ان انت تزود او تقلل هيحصل مشكلة، لاما هيرتفع الجهد لاما هينخفض الجهد اللي رايح لهذا الاي سي، فبالتالي هيحصل معاك حاجة من الاثنين. لو الجهد ده ارتفع هيتعطل هذا الاي سي، ولو انخفض الاي سي مش هيشتغل بشكل طبيعي لان هو مش واخد الجهد المطلوب. الموضوع بسيط يعني، مش قصة ولا حدودة. وضيف على كده يا صديقي في كل المكونات الإلكترونية، لأن كل مكون إلكتروني ليه وظيفة معينة بقيمة معينة في مكان معين علشان يشغل عنصر إلكتروني معين. أظن كده الرسالة تكون وصلت، ونكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع ألف سلام.